مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. حسنا، لقد مرت أسبوعين بفعل منذ إصدار الحلقة 74 وقربة الأسبوع منذ الحصول على المشاهد السرية للموسم 24، وحتى الآن لا توجد أي أخبار عن الحلقة 75. لذلك في هذه الحلقة قررت أن أقوم بتحليل أحد حلقات الفان ميد لنكتشف ماذا يتوقع المتابعين أن نراه في الحلقة القادمة. وأيضا في نهاية الفيديو سوف أخبركم عن موعد إصدار الحلقة 75 ومتى سوف نبدأ في تلقي تسريبات حول الحلقة، لذلك انصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والنظريات الغامضة. وقبل بداية الفيديو، كما ترون في إحصائيات القناة، فإن هنالك نسبة كبيرة من المشاهدين ليسوا مشتركين في القناة، فأرجو منكم الاشتراك الآن لنتخطى حاجز 250,000 مشترك في أقرب وقت ممكن. ولا تنسوا مشاركة الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من متابعين السلسلة. أخيرا لايك للفيديو، ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسنا، تبدأ الحلقة بمشهد العثور على فرقة البشر الناجين من قبل المرأة الكاميرا، وكما رأينا في الحلقة فقد تم إطلاق النار عليها فور فتحها لباب، إلى حين ما أدركوا أنها جزء من التحالف، وقد طلب أحدهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأنها ليست واحدة منهم، وقد سألها إذا كانت جزء من التحالف، فتقوم المرأة الكاميرا برفع إبهامها إلى فوق مؤكدة ذلك، ثم ينتقل بنا المشهد بعد 8 ساعات حيث نرى قاعد المراحيض، وقد أعادوا العملاء صيانتها وذلك كمختبر مؤقت للعمل عليه، وأيضا ربما لإجراء بعض الدراسات واستكشاف أمور أكثر عن ما كان يدور في المقر طوال هذه الفترة. ثم تتغير الكاميرا مرة أخرى ونرى سيارة عملاء الكاميرات تصل إلى مختبر ألفا هيلز المؤقت، وقبل العبور من البوابة يتأكد رجل الكاميرا المراقب أن السيارة ليست عدوا فيسمح لها بالمرور، وعند تتوقف السيارة في الداخل يخرج منها أحد العملاء وسلم على صديقه عميل آخر، ويتضح لنا أنه قد أحضر فرقة البشر الناجين معه في السيارة. بعدها يخرج البشر الناجين من السيارة وقد استقبلهم عالم كاميرا ومعه عالم تلفاز، ثم تبعهم ودخلوا معهم إلى داخل المختبر، وذلك ربما لكي يجروا عليهم بعض الفحوصات الطبية ويتأكدوا من صحتهم وعدم حملهم للفيروس. وهذه خطوة مهمة جدا، وذلك لأننا رأينا أحدهم كان يقوم بسلوك مشبوه فيه أنه حامل للفيروس. بعدها نرى انتقال عملاق التلفاز بقدرة التبخر وهو يحمل عملاق الإسبيك، وقد جاء به من المعركة السابقة إلى مكان آمن. وفي حال نسيتم، في الحلقة 74 تعرض التحالف لغزو شرس من قبل المراحيض الأسترو نتج عنه تضحية عملاق الكاميرا بنفسه لإنقاذ العملاء والعمالقة، وقد انتقل عملاق التلفاز بعملاق الإسبيكر، وها هو ذا قد جاء به إلى هنا، وقد كان عملاق التلفاز غاضبا جدا حيث ضرب أحد المباني وقام بتدميره. بعد ذلك نراه قد انتقل مرة أخرى ويبدو أنه عائد إلى أرض المعركة لإنقاذ عملاق الكاميرا، ونأمل أن يصل إلى هنالك في الوقت المناسب، ولكن نظرا لأن عملاق الكاميرا قد هرب ليشتت انتباه القتلى الأسترو، فأظن أنه سيكون ابتعد كثيرا وسيصعب عليه إيجاده. ونرى عملاق الإسبيكر كان غاضبا أيضا وقد ضرب قبضته بالأرض من شدة الندم، وهنا تنتهي الحلقة. فأخبروني بنظرياتكم أنتم حول هذا الفان ميد، وما هي الأحداث التي تتوقعون حدوثها في الحلقة القادمة؟ وقبل إغلاق الحلقة دعونا الآن نتحدث عن موعد إصدار الحلقة القادمة. حسنا، لقد مر أكثر من أسبوعين على إصدار الحلقة 74، وقد مر أسبوع بالفعل من إصدار الحلقات الكاملة لنسخة الموسم 24، حيث قدم لنا دافوك دقيقة كاملة من المشهد السري التي استطاع أن ينجذها في غضون أسبوع واحد، وهذا يعني أننا نحتاج لي الانتظار أسبوعين على الأقل لكي نحصل فيها على حلقة جديدة، وقد مر أول أسبوع بالفعل، وهذا يعني أننا سنبدأ في تلقي تسريبات الحلقة القادمة خلال هذا الأسبوع، ولكننا لسنا متأكدين بعد من الموعد الدقيق لإصدار الحلقة، لذلك كل ما يمكننا فعله الآن هو الانتظار إلى حين الحصول على بعض التحديثات من دافوك بوم، ولكن ولكي لا يفوتكم أي من التسريبات والتحديثات الجديدة حول السلسلة لا تنسوا الاشتراك في القناة والأهم تفعيل زر الجرس. أخيرا لايك للفيديو وسلام عليكم.